منذ البدايات الأولى وفي مرحلة ما قبل اكتشاف النفط، في الفترة التي اعتمدت فيها حياة مجتمعنا على الغوص واستخراج اللؤلؤ، كانت المرأة البحرينية فيها مسؤولة بشكل مباشر عن تنظيم شؤون الأسرة وإدارة بيتها وترتيب أمور معيشتها اليومية. ففي ظروف صعبة بادرت المرأة البحرينية آنذاك إلى النزول لساحة العمل في حدود إمكانياتها وضمن عادات وتقاليد مجتمعها، فساهمت في تحسين دخل أسرتها في العمل بالخياطة وحياكة الملابس وتربية المواشي والدواجن وبيع منتجاتها في الأسواق الشعبية التي تواجدت فيها المرأة البحرينية آنذاك. فيما نساء أخريات شمرن عن سواعد العمل ونزلن إلى البحر القريب لمراقبة حضور صيد الأسماك. وكانت المرأة البحرينية في القرية تعمل في المزارع والبساتين، وكان طبيعياً أن تتطور المفاهيم وتتطور الأدوار مع تطور المراحل البحرينية اللاحقة، والتي كان عنوانها تأسيس النظام الإداري المبكر في البحرين في عشرينيات القرن الماضي. ثم تم اكتشاف النفط لتستقر البلاد، فنمت شبكة علاقات اجتماعية جديدة برز فيها دور المرأة في مجال العمل التطوعي امتداداً وتطويراً لدورها السابق. فكان تواجدها اللاحق محاطاً بوعي اجتماعي مناسب آنذاك، رحب بدخولها المدارس الأهلية ثم المدارس النظامية الرسمية عندما افتتحت أول مدرسة حكومية عام 1928. مرحلة تعليم المرأة هي اللبنة الأولى في مؤسسة العمل النسائي التطوعي، فالمرأة والفتاة البحرينية آنذاك لم تحصر أدوارها داخل أسوار المدرسة، بل كانت جزءاً من حركة التنوير الثقافي بمساهماتها ومبادراتها في الأنشطة المدرسية المصاحبة. وخلال بضعة أعوام اكتسب العمل النسائي التطوعي شكله المؤسساتي الرائد، عندما بدأت مجموعة من نساء البحرين في طرح فكرة إنشاء ناد للمرأة تقتصر العضوية فيه على النساء تماشياً مع التقاليد السائدة. وأثمر هذا الجهد عن تأسيس نادي البحرين للسيدات كأول عمل تطوعي نسائي منظم. ثم توالت تلك المبادرات في تكوين الجمعيات النسائية وتأسيس ركائز العمل النسائي التطوعي في شكله المؤسساتي المنظم الحديث. ثم جاء العهد الزاهر بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، لينتقل العمل النسائي التطوعي وبمبادرات ملكية غير مسبوقة إلى آفاق رحبة. فخلال 10 سنوات ارتقى العمل النسائي بتعيين 6 نساء بحرينيات في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، وهو الميثاق الذي كان بوابة مشروع الإصلاح الكبير بقيادة العاهل المفدى. واستكملت البحرين نقلتها الحضارية في العمل النسائي بصدور الأمر الأميري رقم 44 لعام 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. ومنذ تسلم سموها لرئاسة المجلس الأعلى للمرأة، قادت صاحبة السمو الملكي الأميرة مشاريع كثيرة ومبادرات كبيرة لتفعيل دور الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة. فشملت سموها رعايتها الكريمة لعدد من اللقاءات التشاورية الدورية، كما قامت سموها بزيارات ميدانية لمقرات الجمعيات النسائية الرائدة في خطوات لتعزيز العمل التطوعي النسائي. وتزامناً مع هذا الحراك جاء إشهار الاتحاد النسائي البحريني تتويجاً لتاريخ طويل من العمل النسائي وإضافة رائدة تغني دور المرأة في المجتمع. إنها مشاريع كبيرة لا يمكن الإحاطة بها هنا، يتقدمها المشروع الواعد والمتميز الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة التي حظيت باعتماد صاحب الجلالة
الملك المفدى حفظه الله ورعاه في سابقة تاريخية كونها أول استراتيجية معنية بشؤون المرأة تعتمد من رأس الدولة في العالم العربي، ولتتقدم بها البحرين خطوات سباقة في تمكين المرأة من الشراكة المجتمعية والتنموية. وتلك كانت بداية جديدة لمرحلة واعدة لتمكين المرأة البحرينية من المشاركة في صناعة القرار الوطني، حين نص دستور المملكة على حق المرأة في الانتخاب والترشح، ما فتح أمامها الطريق واسعاً لتكون شريكاً جديراً في بناء الدولة ونموها. التعاون والتكامل والتفاهم هي الثلاثية الثابتة في عمل المؤسسات المعنية بشؤون المرأة الرسمية منها والأهلية، بما يصب في خدمة قضايا المرأة ومسيرة التنمية المستدامة.